الشوط الحادي عشر هنا متابعينا الكرام، هو المنطلق في هذه اللحظات ومن خصص للجعدان المحليات في هذا الشوط. نبدأ معكم هنا مع حضور هايل عبد الله بن سعيد بن سالم الاشمطي الاجتبي اللي يقدم العرض المميز في صدارة هذا الشوط وانطلاقة هذا التحدي مع هايل على المركز الاول. ثاني المراكز من الجانب الاخر سنيار لمكتوم بن سعيد بن منانة ابن غدير الاجتبي حاضر مع انطلاقة سنيار في هذا الانطلاق. الانتقال الى المركز الثالث حيث يحضر وابل راشد بن خلفان بن جرش الغفلي مقدم لنا وابل. والمركز الرابع قول والله لراشد بن خلفان بن جرش الاجتبي هو الذي يقدم لنا وابل في هذه اللحظات. الخبر ثمانية ولا ستة؟ برهان على رابع المراكز لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري في هذا الانطلاق. والمركز الخامس نتابع انطلاقة وتواجد غازي لمحمد بن سالم بن حماد التبي. والمركز السادس هنا مع انطلاقة وتواجد المعنى لخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، بينما لنا حضور وتواجد مع مراقبة الانطلاق مذهل محمد بن مصبح بن حمود التبي على المركز السابع. المركز الثامن تواجد وانطلاقة فايق لسالم بن راشد بن غدير التبي هنا مع المركز الثامن. المركز التاسع تواجد معراج لسلطان بن راشد بن سرود المنصوري في هذه اللحظات. ومركزنا العشرون يكون مع انطلاقة مخير لمحمد بن خلفان بن غليطة الغفلي. هكذا هو الترتيب وهكذا هو الحضور في انطلاقة الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات. لنبدأ معكم انطلاقة جديدة من الصدارة حيث عبرنا معكم نصف المسافة، ليتبقى النصف الآخر لنتابع منافسة أكبر من التي حضرت في هذا النداء. أعود من جديد إلى المركز الأول والحضور الأول هناك مع انطلاقة وابل. راشد بن خلفان بن جرش الاجتبي هو الحاضر والمتميز مع هذا الانطلاق وابل على قيادة هذا التحدي، والذي هناك في صدارة الشوط ليبدأ هنا شوط جديد ومسار آخر مع وابل. راشد بن خلفان بن جرش الاجتبي في الحضور المميز والتواجد الكبير. ثاني المراكز بن غالب قاتم على ثاني المراكز برهان لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري في هذا الحضور. والمركز الثالث تابع سنيار لمكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير التبي حاضرا على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع نتابع معكم من الجانب الآخر الحضور من قبل المعنى لخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري هنا في هذا الانطلاق. والأسماء التي تتواجد هنا أمامنا في هذا التحدي على المراكز الأولى هنا مع هذا الحضور. المركز الخامس مخير لمحمد بن خلفان بن غليطة الغفلي. نكتفي بهذا القدر من الأسماء لنفتتح معكم بوابة الكيلو الأخير مع وابل اللي يحضر في هذه اللحظة
لحظات على قيادة الصدارة المتحكم بزمام أمور المسار. هنا راشد بن خلفان بن جرش التبي اللي يعرض لنا هذا العرض المميز بتألق كبير في صدارة هذا الشوط مع وابل وحضور وابل. ثاني المراكز برهان لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، وثالث المراكز متابعتنا مع المعنى لخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري في الانطلاق. أما على المركز الرابع فكان من سنيار لمكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير التبي. وابل 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 في الحضور المميز، وابل في صدارة الشوط وتحدي الانطلاق. هنا مع الانطلاق راشد بن خلفان بن جرش التبي، يا سلام يا سلام. هنا إلى الأمتار الأخيرة يحضر وابل، وابل الانتصارات، وابل الإبداع، وابل الإمتاع على صدارة الشوط وتحدي المركز الأول. المركز الأول مع راشد بن خلفان بن جرش الأغفلي اللي قدم واللي أبدع واللي يمتع في هذه اللحظات مع قيادة الشوط مع انطلاقة التحدي. وابل وابل سلام، وابل سلام، سلام راشد بن خلفان بن جرش آل التبي، وتهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. إذا تهانينا والناموس لراشد بن خلفان بن جرش آل التبي على فوز وابل بول. المراكز ثاني المراكز لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، ثالث المراكز لمكتوم بن سعيد، ثالث المراكز لمكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير للتبي، ورابع المراكز لخليفة بن